جيت في ايام كاس الايام ما كنت ماسك منتخب مصر لقيت 13 حارس مرمى في الدوري المصري. ايوه بروح اتفرج، كابتن حسن كان بيكلفني اروح اتفرج مثلا على الترسانه والاسماعيلي، الاقي اثنين حراس مرمى اجانب. طب انا رايح ليه؟ في بديل ليك بره؟ ما كانش في غير شريف اكرامي اللي هو كان بيلعب في اردن وما كانش بيلعب خالص. ايوه وعصام الحضري مشكلة السيون قعد شويه وانتهت، ما عندكش بديل خالص. فعندك الدوري المصري ابص مين الحراس اللي اجهزه امتى؟ وانا اخد ثلاث ايام للمباراه. فانت الاتحاد الكوره هتعمل اربعه اجانب ليه؟ ده خطا من الاتحاد. خطا طبعا، واللجنه الفنيه اللي في اتحاد الكوره يعني ما فيش لجنه فنيه. لا مفيش يعني لا للاسف مفيش لجنه فنيه. انا دلوقتي لما اقترح حاجه اتحاد الكوره ان هو يجيب لجنه فنيه من انديه من بره. ليه بقى؟ كله هنا بيرتبط بصراعات من بره الانديه، كل واحد عايز حاجه معينه. احنا كلنا بنشتغل لمنتخب مصر، الاهلي والزمالك والاسماعيلي كله بنشتغل لمنتخب مصر، لان ده الحاجه الوحيده اللي بتجمع الشعب المصري، ودي وجهتك في الكوره المصريه، ودي اللي هتوصلك للعالميه. هات لجنه فنيه اجنبيه لما انت بتراعي اجنبيه. اجنبيه مشكله، اعمل توأمه مع الاتحاد الالماني، اعمل توأمه مع الاتحاد الفرنسي، ودي جميله جدا تدير وتحط لك نظام مسابقاتك من الناشئين للفريق الاول. ما هو احنا خسرنا كاس، احنا وصلنا كاس عالم ووصلنا نهائي امم افريقيا بعد سنين اجاف والناس برضو مش عاجبها، بتقول لك لا ولازم تدي من الناشئين والقصه والحكايه. لا ماشي نبتدي، بس تيجي لجنه فنيه ما بتبصش لابو المعاطي واحمد سليمان واهلي وزمالك ايه الصح للفريق دوت؟ ايه الناحيه الفنيه لمنتخب مصر؟ مش اللجنه الفنيه الحاليه مع احترامي بتعمل شغل ثاني غير الناحيه الفنيه اللي بتنظم بيها الكره المصريه. لا مفيش لجنه فنيه، في مدير فني للاتحاد ولا حتى هو دورات وحكايات ولا يقدر يتحكم. مفيش لجنه فنيه، مدير فني الاتحاد ولا يقدر يتحكم يقول مين ما اللي بيقربش من الفريق. هو قال بيه النهارده في قوائم اللعيبه انا شايف ان اللي ب 25 وننزل مثلا اربعه تحت السن او ثلاثه تحت السن. انا شايف مثلا يعني انا شايف النهارده ان الاجانب قليلين جدا، لازم واحد اجنبي لان ما عنديش كتار قصدك قليل اقلل اقلل لان انا ما عنديش بدائل في الاجنبي بره. يعني راس حربه ما عنديش ما عنديش واحد زي ما ابدا اعمل. انت عندك اربعه اجانب وفاتحها للسوريين والفلسطينيين. ابدا النهارده افتح الاحتراف من سن 17 سنه والنادي اللي طلع سن اديله تعويض مادي. انا الحمد لله بنشجع ايه؟ اشجع اشجع عادي بقى. انت النهارده يبقى عندكش النهارده اربعه في كام نادي في الدوري المصري دلوقتي؟ انا مش 20 18 80 لعيب ايه 18 يعني حوالي حاجه و70. أيوة. وانت عندك 8 محترفين. أيوة. لازم يقابل نسبه ومدى تاثيرهم ايه؟ ومدى تاثيرهم لازم يقابل نسبه. مصر كلها مش لعيبه كليفت. ايوه يعني محمد عبد الشافي ربنا يديله الصحه، ما فيش مين محمد عبد الشافي بديل ليه؟ كابتن مش ما فيش باك ليفت، ما فيش جراءه انك تشرك حد باك ليفت. ما فيش يعني حمد حمدي انت ما عندكش الجراه انك تشركه. ايمن اشرف عندك وهو في النادي الاهلي كان بيلعب مساك، لكن ما عندكش الجراه تكشفه تشركه. انت يعني خلاص بقيت حاله كده استاتيكيه ثابته، هم دول اللي بيلعبوا واحسن ناس وقفوا ورا والمرتده ما بقتش تاني. الحاجه الوحيده المركز اشتغل فيها صح